التعليق ديالكم على انتخاب احد الرؤساء ديال اتحاد طنجة؟ نتمنى من الله انتخاب كان مزيان ونزاه. نطلبوا من الله زعما يكون هذا الرئيس في مستوى ويطلع بهذا الفارق كما كنحسبوا حنا دائما طالع، ما كنحسبوش يهود واخا هو كيهود. حنا كافحنا مع الاتحاد وجودنا مع عامي كانت سيكوندا الاتحاد وعانينا من 7 سنين ديال الهبوط وحضرنا ربي حتى شفنا هذيك الطبسي اللي دات هذا الاتحاد اللي هو كان امنيه ديال واحد الناس ماتوا وما لحقوش ولحقنا حنايا. كنتمنوا من الله يكون هذا الرئيس في القمه ويزيد بهذا الفارق القمه على هذه المدينه. راه نتوما كتشوفوها مدينه عروسه الشمال طنجه، ما خصهاش تكون فارق ديالها في سيكوندا ان شاء الله. نتمنوا من الله تكون هذا الفارق في القمه ويفرج هذا الشعب الطنجاوي اللي هو كامل كيبغيه داخل الوطن وخارج ارض الوطن، كلشي كيتمنى هذا الفارق يكون في القمه دابا ان شاء الله. كنتمنى من هذا الرئيس يجيب لعابه مزيانين في مستوى، ونتمنى من الله يجيب لنا ملاعبيه محترفين في اوروبا. راه كاين الحمد لله، لا كان المال راه يكون كلشي ان شاء الله. لا ما كان شي المال عاود هذا الرئيس يدخل يبدا يقول لك جبرت الصناديق جبرت هذه ماشي هذه جبرت. حنا ما خصناش شي رئيس يجي يعاود لنا اللي قالوا لنا الرئيس. حنا كنتمنوا شي رئيس يجي يكون في مستوى، لا ما كانش في مستوى يرخي هذا الفريق هذا، يعطيه شي واحد اللي عايز يسهل له. هذا الفريق ماشي لعب، هذا فريق كيحبوا جميع مواطنين. وصراحه الله كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي دراري فاور ليلو هو بيدو حتى شي كلمه قال لك زعما انا هو يموت مع الفرقه وهذيك طنجاوي ديالنا فهمتيني هو اللي يصلح لنا خايكم الفرقه ديالنا. حنا طعنا مدينه شو قاده تبارك الله وهذيك كيبو ضعيف نتائج ماشي هذوك بوليكم مجموعه اطرا ديال الكوليس الناس ضحات اللي عندها كامل ضحات بابوريين ماشي ديبلاسامينتوس وهادي طنجاوي كاملين ضحاو ديبلاسمهم نادي كيسمع في المدرسه كيمشي ديبلاسي. وانا عاود لهم قالوا انا تسقلب بيا الترونسبورت في ديبلاسامينتو من مراكش في قنيطره بزاف بينا والله العظيم الدراري جرا قابطين كانوا معانا وهيداك بقينا فاور الاتحاد ومع الاتحاد تلمس وسام يجيبوا لنا بليلي قول احكا جبنا بليلي اخ احكان اللي هو انسان صراحه الله عطى كثير الرياضه المسيره ديالو واخا ما بارزاش بزاف بين الاسماء اللي اخرى ولكن ضمن لي يعني انسان اللي هو يحترم وتقدير وان شاء الله يزيد في الفرقه ديال طنجه. 7 سنين وهما كالسين في السيكوندا، على الاقل نكونوا بين الخمسه الاولين حيت نستحقوا نربحوا ونستحقوا يكون عندنا القاب على المستوى الوطني او المستوى العربي ان شاء الله، علاش لا؟ والمدينه تستحق وناسها كيبغيو الكره والرياضيين بطبعهم. دونك كل التوفيق ليه وكل المسانده، والمسانده ان شاء الله الرحمن الرحيم يفرح اللعابه ويشجعهم باش يعطوا احسن من لديهم في ظروف اليوم نفسيه وجسميه وصحيه احسن. زعما اخا ما كرناش انهم يحققوا الالقاب ويعطي فرصه للشباب، زعما بدنا نشوفوا طنجاوي كيلعبوا في كيبو ديالنا، زعما حنا هذا اللي كانت منناو، وزعما ان شاء الله نحققوا عاد اللقب الثاني ان شاء الله يكون خير فهمتي. المهم هو ولد البلاد فهمتي ويعطي عاد فرصه للشباب. كرنا زعما حنا نشوفوا حنا الدراري الحامه ديالنا كانوا كيلعبوا في الاتحاد كذا ولكن ما وصلوا تصنديك الاسبوار ولكن اخاو ديالي في الاخر ما عطاوهم شي فرصه فهمتي كيفاش. صافي الخاو الدراري كتمشي حنا خاو خصنا نشوفوا طنجاوي كيلعبوا في الاتحاد الله العظيم هذا اللي كنتمناو الخاو ديالي. ايوا كنتمناو الخاو يعاون ولاد المدينه يطلعوا معنا مواهب كره كيعرفوا يلعبوا الكره يعاونوهم فهمتي الناس اللي كيبغيو المدينه. نتمناهم ان شاء الله يكون غير خير ويتقدموا ويلعبوا بقلب ديالهم، هذا هو المهم اخا حقوا بطولات وكذا ويديوا الارقام. كنتمناو منه شي حاجه مزيانه ويبدل الفريق ان شاء الله ونديو بطوله ان شاء الله يكون كوبو مزيان وبيبان الدراري والدراري كيلعبوا تبارك الله عليهم. نتمناو ان شاء الله الخير قدام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.